تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. اولى ملفات هذه الحلقه موضوع تحدثنا فيه كثيرا مرارا وتكرارا، ازمه اللاجئين وعدم التوافق الاوروبي حول توزيع حصص اللاجئين القادمين عبر البحر او عبر منافذ مختلفه. اخر هذه التطورات هذه الازمه، ايطاليا تهدد ب قطع حصتها في التمويل الخاص بالاتحاد الأوروبي على خلفية عدم مساعدة الاتحاد في تقسيم الحصص الخاصة باللاجئين بين الدول بشكل متساوي. الأزمة تتكرر دائما مع وصول سفن تحمل لاجئين وترفض الدول الأوروبية في استقبالها. مؤخرا مكست سفينة أو قارب به مهاجرون غير شرعيون لمدة أسبوع في ميناء صقلية، إلى أن سمحت السلطات الإيطالية بنزول حوالي 140 مهاجرا والدخول إلى أراضيها. أثناء هذا الأسبوع تم التوصل إلى اتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا وفي ألبانيا وأيرلندا لاستقبال عدد منهم دون التوصل أو دون عرض المؤسسة الدينية زي الكنيسة الكاثوليكية أو دول أخرى في التدخل لحل الأزمة. ما كانت للحكومة الإيطالية أن تستقبل هؤلاء للدخول إلى أراضيها. ونتذكر أنه منذ أشهر فقط حادثة مماثلة، سفينة أو مركب سميت بأكواريس أو اسمها أكواريس، برضو رفضت إيطاليا استقبال المهاجرين على متنها إلى أن تدخلت أسبانيا في استقبالهم. نخرج لفاصل ونعود للتحليل بشكل أكثر تفصيلا في هذه الحلقة، ابقوا معنا. مباشرة من العاصمة الإيطالية روما السيد مهدي النمر، عضو رابطة الصحفيين الأجانب. تحياتي لحضرتك سيد مهدي. أولا، قمم كثيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تفشل الدول في الاعتراف بهذه المشكلة بشكل يتوصل فيه القائمون أو المسؤولون داخل الدول الأوروبية إلى قرار ملموس، ومن ثم إلى أن وصلنا إلى هذه السفينة الأخيرة أو المركب الأخيرة التي كانت تقل مهاجرين. كيف ستتعامل الآن الدول الأوروبية بعد أن هددت الحكومة الإيطالية بقطع تمويلها للاتحاد الأوروبي كعضو فيه؟ يعني أولا، قضية التهديد والوعيد في الحقيقة هي الاستهلاك المحلي وغير يعني عملية وغير قابل للتنفيذ. إيطاليا يعني تستفيد كباقي الدول من هذه الميزانية الضخمة، 160 مليار يورو تعود منها مبالغ ضخمة إلى إيطاليا في أشكال مختلفة. لكن القضية هي طبعا هي قضية في الحقيقة قضية سياسية أكثر منها قضية عملية. أعداد المهاجرين لا تمثل أزمة في الوضع الحالي. إيطاليا لسنوات كانت تستقبل عشرات وعشرات الآلاف من المهاجرين ولم تحدث هذه الزوبعة أو يعني الضجة الإعلامية والسياسية. ولكن نحن أمام حكومة يعني حكومة تضم حزبان بنى أحدهما يعني حملته الانتخابية وخطابه السياسي على الصدام مع أوروبا ورفع راية وقف الهجرة، وهو يعني ماتيو سالفيني حزب الرابطة. هذان الحزبان أفرطا أيضا أثناء الحملة الانتخابية بوعود كثيرة تتعلق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد. في المجتمع يعاني يعني لديه أزمات كثيرة في تفشي لحالة الفقر والبطالة بين الشباب. هناك وعود انتخابية واضح أنها غير قابلة للتنفيذ، فيبدو أن اختيار رفع نبرة يعني الجدل حول قضية الهجرة هو في الآخر الاستهلاك يعني
محلي ويعني تغيير دفة الانتباه، ولكن في واقع الأمر هذه العملية، هذا الشد والجذب أدى إلى نتائج في المسار يعني السياسي والعلاقات السياسية الأوروبية الإيطالية. إيطاليا بالأمس يعني استقبل سالفيني رئيس الوزراء المجري أوربان، وهو من يعني يتزعم مجموعة الدول أوروبا الشرقية التي تعارض ولا تقبل استقبال أي من منذ بداية الأزمة. صحيح، أساساً بشكل مبدئي. فإذا قضية واعتبره حليف أساسي، وهاجم سالفيني بشكل يعني مباشر مجابهة كاملة مع الرئيس الفرنسي، باعتبار أن فرنسا يعني تخلت عن إيطاليا ويعني مسؤولة عن زعزعة التضامن الأوروبي. في الواقع أن هناك اتفاقية حقيقية توقعت وإيطاليا رعت توقيعها، اسمها اتفاقية دبلن. هي توزع طالبي اللجوء، نحن نتحدث عن طالبي اللجوء السياسي، وفق حصص معينة بين البلاد الأوروبية. هذه المجموعة التي أصبحت يعني الحليف الجديد لإيطاليا، الدول الشرقية، لأول مرة إيطاليا تنحرف تجاه أوروبا الشرقية عن موضعها الطبيعي أو التقليدي داخل أوروبا الغربية. هذا التموضع الجديد، هذه الدول هي التي لا المكاسب. طيب طيب سيد مهدي، يعني خلينا نسير، بما أنك ذكرت اللقاء الخاص بفيكتور أوربان والمجر، دولة في الوقت الحالي هي أيضا لديها ما يكفيها من مشاكل داخل الاتحاد الأوروبي على أصعدة أخرى مختلفة. هل يمكن أو هل ترى أنه ملف الهجرة ممكن يؤدي إلى تحالفات وانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، لوبي يهاجم فكرة المخصصة أو استقبال اللاجئين بشكل أو بآخر، ما بين لوبي آخر أو مجموعة أخرى من دول الاتحاد تريد أن تمرر أو حتى تفعل اتفاقية وقعت من ذي قبل؟ بالفعل بالأمس استخدم هذا الـ يعني السكيما أوربان، قال إن أوروبا هناك معسكران، معسكر نقوده نحن يعني أوربان والمجر، ترفض يعني تدافع عن حدود أوروبا وترفض يعني الهجرة. هو يرى هذا المعسكر يرى الهجرة باعتبارها غزو، مقابل معسكر آخر يقوده ماكرون يعني الرئيس الفرنسي، يريد أن يفسح المجال أمام المهاجرين. هذا طبعا لغة يعني التعبيرات التي استخدمها أوربان نفسه. ولكن الحقيقة أن المجر وهذه الدول التي ترفض تحمل حصتها من المهاجرين، ولكن هم بالنسبة لها يعني أعداد قليلة، هذا الموقف المبدئي، هذه الدول هي الدول المستفيدة الصافية من المعونات من المساعدات او من الميزانيه الاوروبيه. يعني ايطاليا العام الماضي دفعت في حدود 16 الى 17 مليار يورو، استعادت 14، ويعني بقي لصالح الدول الاخرى 3 مليارات. استفادت المجر وهي دوله صغيره بحوالي تحويلات في حدود 3 مليار سنويا لمدة سنوات طويلة، وساعدت ذلك في النهوض باقتصادها. كذلك بولندا العام الماضي يعني تلقت من الاتحاد الأوروبي أكثر من 11 مليار يورو. فهذه الدول يعني تحصل على الفوائد أو يعني الدعم الحيوي لاقتصادها ولإعادة يعني النهوض بها وإعادة هيكلتها من الاتحاد الأوروبي، دون أن تتحمل أو يعني ترغب في تلقي يعني تحمل مسؤوليتها في هذه الاتفاقية وهي اتفاقية دبلن. المشكلة الحقيقية هي مشكلة يعني هيكلية في الاتحاد الأوروبي، هي مشكلة اتخاذ القرار بين 27 يعني 28 وتحولوا إلى 27 دولة بالإجماع، هو أمر شبه مستحيل. فهذه الدول تستطيع وهي بالفعل
تعطل تعديل هذه الاتفاقية. طيب سيد مهدي، سريعا، وفي القوانين وفي داخل القوانين الإيطالية، لأنه بالبحث في الموضوع هناك عدد من التحقيقات أو الاستجوابات الخاصة بنيابة باليرمو على سبيل المثال لمسؤولين أعطوا أوامر بمنع المهاجرين من مغادرة هذه السفينة، هل هذا مخالف للقوانين الداخلية الإيطالية؟ سريعا. طبعا هو الوزير الداخلية قام الواقعة يعني شوية مدهشة، لأن دي سفينة حربية عسكرية تابعة للدولة الإيطالية، وهي تعد أرض إيطالية، يعني أنقذت مجموعة من اللاجئين أو الناجين في البحر، ومنع من إنزالهم لمدة 5 أيام. هذا يعتبر في وفق القوانين الإيطالية يعني اعتداء على يعني حجب حرية أفراد دون رغبتهم، وفي نفس الوقت بيعد تجاوز للقوانين الإيطالية. نعم. وتجاوز للسلطات، استغلال سوء السلطات. ويعني النيابة رفعت مذكرة بهذا المعنى إلى يعني في طور الإجراءات إلى محكمة الوزراء لمحاكمة الوزير على هذه الحكاية. أشكرك شكرا جزيلا سيد مهدي النمر، عضو رابطة الصحفيين الأجانب، كنت معنا مباشرة من روما العاصمة الإيطالية. هبقى مع إيطاليا ولكن في سياق آخر وفي متابعة أخرى. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيد لويجي دي مايو، وهو نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي. صرح السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين. في تفاصيل كثيرة في هذا اللقاء نستوضحها بشكل أكثر تفصيلا مع سعادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، معنا الآن هاتفيا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. سيد سفير، ما الذي تعكسه هذه الزياره في ضوء علاقات التعاون بين مصر وايطاليا كشريك سياسي وتجاري ايضا؟ لا طبعا الزياره بتعكس كثير من الرسائل وكثير من المعاني. الحقيقه علاقات المصريه الاوروبيه هي العلاقات المصريه الايطاليه هي علاقات قويه جدا وعلاقات ممتده، وتعتبر نموذج مثالي للعلاقات المصرية الأوروبية. إيطاليا كانت داعمة لمصر بشكل كبير جدا بعد ثورة 30/6/2013، وكانت يعني لها مواقف داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بدعم مصر بشكل كان له بالغ الأثر. والحقيقة طبعا قضية ريجيني ليس خافيا على أحد، ما ألقت بظلالها شديدة على العلاقات، ولكن مع تطور التعاون وتنسيق المباشر الحثيث في تطورات طبعا في التحقيقات، وفي تعاون مصري كبير ملموس مع الجانب الايطالي. يكفي ان اقول لحضرتك انه لاول مره في تاريخ النيابه العامه المصريه ان يتم افاد وفد من النيابه العامه المصريه خارج القطر المصري، ده تم وذهبوا الى روما والتقوا بين وزرائهم هناك، وتم تبادل المعلومات وجميع البيانات متاحة بشفافية تامة وبصراحة، والهدف هي قضية إنسانية يعني بالمقام الأول، والهدف كشف الغموض وتقديم الجناح إلى العدالة وإلى المحاكمة. التطورات اللي حصلت في قضية ريجيني والتعاون الوثيق طبعا انعكس إيجابا على العلاقات المصرية، وده طبعا ترجم في عدد من الزيارات المتتالية لكبار المسؤولين في إيطاليا إلى القاهرة. اليوم زي ما حضرتك ذكرتي نائب رئيس الوزراء الإيطالي دي مايو هو قبل السيد الرئيس وانتقى، وكان لقاء مثمر جدا، وتم التباحث عن أهم العلاقات بين البلدين خاصة التجارية. إيطاليا لديها شركة إيني العملاقة، وكان ليها طبعا يعني شركة إيني العملاقة أدت أداء رائع في مصر من حيث طبعا الاكتشافات الغاز، وأيضا في سرعة التنفيذ وكفاءته في زمن قياسي مش حقل ظهر للإنتاج بعد الاكتشاف، ده كان زمن قياسي كبير ساعد أكيد على دفع وتيرة التنمية في مصر لصالح الاقتصاد المصري. فطبعا العلاقات علاقات سرية علاقات قديمة، و يعني نقدر نقول انه قضية ريجيني
يعني مرت ولازال فيها شغل وعمل، ولكن لكن الاهتمام المصري سيادة السفير بكل تأكيد الاهتمام المصري بكشف يعني الجناة أو كشف مصير وفق التحقيقات موضوع ريجيني أو الوصول إلى الجناة بالتأكيد انعكس بشكل إيجابي جدا على العلاقات مع إيطاليا، يعني زي ما حضرتك قلت يعني لأول مرة يكون في وفد للتحقيقات يتعاون بهذا الشكل مع دولة أخرى، أليس كذلك؟ طبعا بكل تأكيد، ما ده اللي أنا ذكرته لحضرتك أنه التعاون الكبير السلطات المحلية المختصة في مصر مع الجانب الإيطالي ومع نظرائهم في الجانب الإيطالي انعكس بشكل كبير جدا لعودة العلاقات وعودة الزيارات وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي اللي كانت عليه العلاقات المصرية الإيطالية، خاصة وإن مصر بتشهد عملية تنموية كبيرة جدا ويعني بتمثل شريك تجاري كبير لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط في منطقة شمال أفريقيا، وتعتبر بوابة لأفريقيا وبوابة للدول العربية، ولدينا اتفاقيات كثيرة للتجارة الحرة، فيعني هناك إمكانات كبيرة جدا للتعاون مع مصر، خاصة وإن ليها دور وأساس كبير بيننا وبين إيطاليا في هذا المجال. أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. طيب هنخرج لفاصل لنعود بملف آخر، ملف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يتعرض له من ضغوط سياسية داخلية في الأونة الأخيرة جعلته في حديث صحفي لفوكس نيوز يتحدث أو يتوعد أنه لو تم عزله ستذهب البلاد أو ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى حالة من الفوضى، بل وتنهار الأسواق والاقتصاد أيضا. نخرج لفاصل ونعود. الحديث عن إحكام الطوق واقتراب ساعة الحقيقة عبارات رددتها العديد من الوسائل الإعلامية لدى الحديث عن شهادة المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. مايكل كوهين المحامي السابق لترامب أكد تحت القسم أنه دفع بطلب من ترامب الذي كان مرشح للرئاسة الأمريكية حينذاك، دفع أموالا لامرأتين كان ترامب على علاقة بهما من أجل شراء صمتهما في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية عام 2016. في الوقت نفسه أدين مدير حملة ترامب بول مانافورت الذي عمل في الماضي مستشارا في أوكرانيا، أدين بجرائم تتعلق بالاحتيال المصرفي والضريبي ليصبح أول رجل يحاكم في إطار قضية التحقيق الفيدرالي في شبهات بتواطؤ بين فريق ترامب وروسيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لم يكن على علم بشأن اللقاء الذي جمع بين مسؤولي حملته الانتخابية ومحامي تابع للرئاسة الروسية الكريملين في برج ترامب عام 2016، وذلك ردا على مزاعم محاميه السابق مايكل كوهين التي أكد فيها أن ترامب كان على علم مسبق بالاجتماع. اعترافات كوهين شكلت همزة وصل جديدة مع التحقيق الذي فتحه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI روبرت مولر حول ما إذا كان مسؤولي حملة ترامب قد تعاونوا مع الروس للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح ترامب. القضية أثارت العديد من ردود الأفعال المتباينة لدى الشعب الأمريكي، حيث أظهر موقع متخصص لإجراء الاستفتاءات الإلكترونية أظهر تأييد أكثر من 40% من الأمريكيين لعزل ترامب من منصبه، معربين في الوقت ذاته عن ثقتهم في محامي ترامب السابق مايكل كوهين والذي اعترف بذنبه في ارتكاب مخالفات مالية بأوامر شخصية من الرئيس ترامب. معنا اليوم في استوديو الاتجاه شمالنا السيد عاطف السعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. طيب بول مانفورت وثماني جرائم توجه إليه، ما الذي يمكن أن يؤثر على ترامب وبقاء ترامب في سدة الحكم وارتباطه بتوجيه هذه الاتهامات أو التوجيه بالجرائم إلى مانفورت؟
يعني في الحقيقة الدائرة تضيق أكثر وأكثر حول ترامب. يعني بنتحدث عن بول مانافورت وبنتحدث عن مايكل كوهين، بالإضافة لتحقيقات مولر وبالإضافة لعدد كبير من مستشاري تم إدانتهم بشكل أو بآخر بتورطهم في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. احنا في انتظار حلقة أخيرة، وإنه الاتهامات توجه لترامب شخصيا، إنه يكون على علم بكافة الاتصالات التي أجراها فريقهم مع نظرائهم الروس، ودي هتكون هي الحلقة الأخيرة. لكن أنا بعزل كل ده عن قضية عزل ترامب، لأنه في الآخر قضية عزل ترامب هتكون قضية سياسية ربما تاخد منحة تاني بعيد عن الإجراءات القضائية. يعني حتى لو ثبتت إدانة عدد كبير من شركاء ترامب أو مساعدي، عملية العزل، عزل رئيس أمريكي، عملية ليست سهلة. طب احنا هندخل في موضوع العزل، خصوصا انه احنا مقبلون على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهوصل مع حضرتك عن الآلية اللي بيتم فيها احتمالية عزل رئيس لانها ما حصلتش قبل كده. بس خليني شوية مع بول مانفورت. التهم الموجهة اليه هي تهرب ضريبي. لماذا تشكل هذه الاتهامات ضغوطا على ترامب؟ يعني الرجل كان يعمل مديرا لحملة ترامب الانتخابية، وقد يثبت ترامب انه علاقته انتهت بيكون ان هو متهرب من الضرائب، يعني امر شخصي، او هناك جهات او سلطات اخرى تحاسبه على هذه الامور. النظام في أمريكا ربما مختلف شوية. يعني هو كل رئيس بيحاسب على كافة اعضاء حملته الانتخابية حتى لو لم يكن على علم بتصرفاتهم، زي قضية مانفورت. بالمناسبة مانفورت كان موجه ليه 18 قضية، هو أدين فقط في 8، يعني القسم الأكبر من القضايا تم تبرئته فيها. لكن هنا برضو فكرة الإدانة في قضايا برضو بتدخل في إطار مساومات، يعني هو بيتم الضغط عليه عشان يتعاون مع جهات التحقيق. هنا قضية التدخل الروسي في الانتخابات كانت قضية ربما هي غير مسبوقة، حساسة جدا بالنسبة لمؤسسات الدولة العميقة في أمريكا. يعني هم شايفين أنها هددت أكبر شيء بتفاخر بيه أمريكا وهو نظامها الديمقراطي. ففكرة أن العدو التقليدي لأمريكا اللي هو روسيا يصل إلى قلب مؤسسة الرئاسة الأمريكية ويتدخل بشكل مباشر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، دي قضية أزعجت المؤسسات الأمريكية الكبيرة وتحديدا المؤسسات الأمنية. كمان أزعجهم فكرة توجه ترامب وفكرة محاولته تغيير شكل تحالفات أمريكا وشكل أعدائها. يعني ترامب يعني أزعجتهم لقاءه أو تقاربه مع كوريا الشمالية أو لقاءه مع بوتين مثلا، روسيا أكتر، لأنه روسيا بينظر إليها تقليديا في أمريكا أن هي العدو التقليدي. ففكرة أنه يجي رئيس أمريكي لأول مرة منذ الحرب الباردة، أنه يجي رئيس أمريكي يبقى عنده رغبة قوية في التقرب إلى روسيا والتصالح معها والتنسيق معها، وده كان باين أثناء حملته الانتخابية وكمية الدعم في وسائل الإعلام الروسية لترامب، وكان باين حتى لما شكل فريقه وشكل وزراءه. يعني أنه مثلا يجيب تيلرسون كوزير خارجية وهو معروف أنه هو كان يعني واخد وسام الصداقة الروسي ولعلاقات قوية بروسيا، فده كان توجه كبير من ترامب نحو روسيا. بس في النهاية يا سيد عاطف، هذا الانزعاج من مؤسسات الدولة المختلفة لن يصل مبتغاه إلا في حال ثبوت تهم بعينها سياسية توجه إلى الرئيس. لا، هو جاب بعض التأثير، يعني هو أثر على بعض سياسات ترامب. يعني في بعض السياسات اللي اتخذها ترامب كانت كنوع من تخفيف الضغوط عليه، يعني مثلا حتى موقفه في سوريا على سبيل المثال. يعني في أشياء كثيرة حاول أنه يتخذها ترامب لفكرة أنه يخفف الضغط عليه في قضية التدخل الروسي. فبالتالي المؤسسات الأمريكية دي، CIA تحديدا والإف بي آي والمؤسسات وحتى بعض الأعضاء في الكونجرس، كان هدفهم من إثارة موضوع الانتخابات ده ومن إثارة يعني إحساسه طول الوقت أنه متورط في قضية الانتخابات وأنها لن تنتهي سريعا، هو فكرة محاولة ضبط سياساته تجاه روسيا تحديدا. نعم. وتقليل فكرة التقارب والزحف نحو روسيا. طيب خلينا أتحول إلى واشنطن. بينضم إلينا من هناك دكتور وليد فارس، المستشار السابق لرئيس ترامب للشؤون الخارجية. تحياتي لك دكتور وليد. أولا أهلا بكم. أهلا بك. طيب خلينا أسأل بشكل عام، ما الذي يصل برئيس دولة عظمى أو الدولة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه يتحدث عن أنه في حال أو في احتمالية
عزله، ستذهب البلاد أو ستذهب إلى الأسواق إلى نوع من الفوضى أو ستتراجع الأسواق بشكل كبير. أي قضية تزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا الحد إلى أن يظهر أو يتحدث بهذا الشكل؟ دون شك يعني القضايا التي رفعت ضده من قبل أجهزة الدولة، وزارة العدل والمحقق مولر والأس بي آي قبل ذلك، في موضوع التعامل والتنسيق مع الزعم، يعني طبعا التعامل والتنسيق مع روسيا ضد الحملة الانتخابية الأخرى التي كانت رأسها السيدة كلينتون. حتى الآن بعد عام وثمانية أشهر ليس هنالك أي أدلة قاطعة على حصول هذا، ولكن بنفس الوقت تمكن التحقيق ووزارة العدل من أن يرفع دعاوى على مساعدين له، على الأقل اثنين أساسيين، وهنالك الآن محاكم وهنالك أحكام تصدر عنهم. ولكن العام الأمريكي المعركة لن تكون قانونية بتقديري، ما لم تكن هنالك أدلة دامغة، يعني وأهل العدل يعرفون ماذا يعني ذلك، دامغة أنها مثبوتة. أن هنالك كان تواصلا بين حملة رئيس ترامب بعلمه مع القيادة الروسية في هذا الموضوع، ما لم يكن هذا فلم يكن هنالك بتقديري أنا أي خطر قانوني عليه. الخطر هو السياسي، يعني الخطر هو أنه تستعمل هذه المسرحيات السياسية القانونية في الحملة الانتخابية القادمة بعد شهرين من الآن، يعني في الانتخابات النصفية. يعني يمكن دكتور وليد، يعني يمكن أن يكون هناك تسييس للقضايا حتى برغم عدم ثبوت أدلة قوية من قبل جهات التحقيق المختلفة، يكون لها التأثير في الانتخابات الكونغرس أو التجديد النصفي القادمة، فتتحول الدفة مثلا إلى أغلبية ديمقراطية مثلا في الكونغرس؟ أولا كل هذه القضايا قد سيست، يعني ربما الجزء القانوني منها 10% الذي نراه، يعني الذهاب إلى المحكمة، الادعاء، هذا 10%. 90% هو استعمال الإعلام المعارض. في أمريكا الآن في إعلام معارض وإعلام مؤيد. إعلام معارض يعني كبير جدا، استعمال واستغلال الإعلام المعارض للمواضيع القانونية في حملة إعلامية لدعم المعارضة ولإسقاط الأكثرية المؤيدة للرئيس في الكونغرس. هذا هو الأساس في المعركة. لذلك وردا على سؤالك سيدتي، عندما يقوم الرئيس ترامب بالتحذير، هو يحذر من؟ هو يحذر الرأي العام، وبالتالي يحذر الناخبين أنه إذا وقفتم مع معارضة أو ضدي فسوف يكون هنالك تراجع عن الاقتصاد وانبحار إلى ما هنالك. لماذا؟ لأنه بنفس الوقت هو يشرح للرأي العام وهو محق في ذلك أنه الأوضاع الاقتصادية في أمريكا قد تقدمت كثيرا، قد تقدمت يعني بنسبة ربما 28 عام لم يكن مثيل لهذا التقدم لهذا الاقتصاد. لا نعلم إذا سوف يستمر بشكل استراتيجي، ولكن حتى الآن هذا التقدم موجود. وكأنه يقول يستعمل سلاحه الإعلامي بالتغريد أو بالكلام الإعلامي، إذا لم تعطوني هذه المعارضة في الانتخابات القائمة قد تتمكن المعارضة من استعمال هذا النجاح لمحاولة عزله. وهو في الحقيقة قانونا حتى لو كان هنالك أكثرية في مجلس النواب لن يتمكنوا من عزله للرئيس، لأنه هو يحتاج هذه عملية العزل إلى ثلثي مجلس الشيوخ أيضا، ومجلس الشيوخ سوف يكون تحت الأكثرية الجمهورية في كل الاحتمالات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس ترامب للشؤون الخارجية، حدثتنا مباشرة من واشنطن العاصمة الأمريكية. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عاطف السعداوي. قبل ما نوصل برضو لموضوع العزل، المحامي السابق لترامب مايكل كوهين، وإلى أي مدى يحمل من الملفات التي ربما تنكشف في الوقت القادم وتكون ضد أو ذات تأثير سلبي على مستقبل ترامب السياسي؟ يبدو مايكل كوهين لديه الكثير من الملفات، لأنه موضوع يعني ترامب تحديدا عنده مشكلة في علاقاته الشخصية، يعني وده كان بان فيه تسريبات حتى أثناء حملته الانتخابية، فبالتالي هنا دي هتبقى قضية مثارة الفترة اللي جاية. يعني دلوقتي بدأنا نتكلم على قضية جديدة، قضية طفل غير شرعي من علاقة غير شرعية، يعني هذه النوعية من القضايا سوف تكثر، يعني كما قال الدكتور وليد في هذه القضايا لا تعزي الرئيس، يعني من وجهة بكل تأكيد، ما هو أنا يعني هتعتبر في الآخر أمور شخصية ربما
يتخذها الإعلام أو يتخذها الرأي العام لوقت بعينه ثم تنتهي. لا، هو في جانب، فيها الجانب السياسي، فيها أمور شخصية طبعا، بس هو الجانب السياسي اللي حرك قضية ضد كوهين واللي مثل إدانة لترامب، فكرة إنه هو مش فكرة إقامة علاقة غير شرعية، لا، فكرة دفع أموال لإسكات السيدتين لعدم التأثير على الحملة الانتخابية. فهنا هو ده الجانب اللي تمت فيه المحاكمة أو اللي تمت فيه القضية كلها. لكن في النهاية زي ما حضرتك ذكرتي، ده أنا أعتقد إنه هو يعني نوع من الحملات السياسية. أنا بتكلم على انتخابات تجديد نصف مقبلة، بنتكلم على زي ما قلت إعادة ضبط للتوجهات الأمريكية في موضوع التقارب مع روسيا، فيها كلها ضغوط بتمارسها مؤسسات كثيرة داخل أمريكا وبيمارسها أيضا الإعلام الأمريكي. يعني حضرتك عارفة أنه ترامب جاي على هوا، على غير هوا كثيرين، وتحديدا وسائل إعلام مؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي جهات كثيرة بتنصبوا العداء ووسائل إعلام كثيرة بتنصبوا العداء، فبالتالي ده نقدر نفهم كل اللي بيجري في هو يتحدث الدكتور وليد فارس وكثيرون يتحدثون عن صعوبة أو استحالة موضوع العزل علشان موضوع ثلثي الأعضاء وموضوع مجلس الشيوخ، حتى وإن يعني حكمت النتائج القادمة لانتخابات الكونغرس بأكثرية من الديمقراطيين. بكل تأكيد، يعني أنا شخصيا كتبت مقال ده الأسبوع يوم السبت اللي فات عن بعنوان هل يعزل ترامب، وحدد ثلاث سيناريوهات مفيش رابع ليهم على مستقبل ترامب. السيناريو الأول فكرة أنه هو يعني سيناريو عزله من خلال الكونجرس، وهنا بنتكلم على أنه ده إذا تم في مجلس النواب، لأن مجلس النواب محتاج الأغلبية البسيطة 50% زائد واحد، وهنا ده يعني أعتقد صعب جدا، لأنه حاليا جمهوريين لهم الأغلبية. حتى لو انتظرنا لبعد التجديد النصفي وسيطر الديمقراطيين وتم الموضوع في مجلس النواب، صعب جدا انه يخرج من مجلس الشيوخ. حتى في مجلس النواب صعب بالمناسبه، لانه الموضوع عزل ترامب حتى ليس على هوا الديمقراطيين، يعني عدد كبير من الديمقراطيين ضد الموضوع، والجمهوريين طبعا يعني دعم لا محدود. في مجلس النواب يعني بيفترض انه هو تم في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ شبه مستحيل ان لم يكن مستحيل، لأنه بيطلب موافقة الثلثين. حتى لو الديمقراطيين فازوا في مجلس النواب الشيوخ وده صعب، برضو فكرة أنهم يوفروا أغلبية الثلثين أعتقد صعب، خاصة أنها تجديد نصفي مش تجديد يعني كل الأعضاء، فبالتالي ده صعب، ولم يحدث في تاريخ أمريكا قبل كده بالمناسبة. يعني حتى الحادثة بتاعة نيكسون هو استقال قبل ما يسحب منه الثقة في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ في الحالة دي بتحول لمحكمة، بيكون هو ثابت المحكمة اللي بتحدد لائحة الاتهام، وبيبقى بيشتغل كهيئة محلفين وبيحدد يعني لو ظهرت نتائج لعدد من القضايا والكونغرس في هذه الحالة أو مجلس الشيوخ لا يستطيع ان هو يعني يقر بقائه، يعني في الحاله دي هيكون في اجراء اخر بقى غير موضوع الثلثين. لا، هو الاجراء بيتم كالتالي، يحرك الموضوع في مجلس النواب باغلبيه 50% زائد واحد، تصويت كويس. تصويت على المساله عزل الرئيس او سحب الثقه من الرئيس. تمت الموافقه على ده، بيحول لمجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ هنا بيشتغل كهيئة محلفين، يعني بيتحول كمحكمة، ما بيروحش محكمة تانية، بيشتغل كمحكمة، والتصويت هنا بيتم لازم بقرار عزل الرئيس لازم الثلثين، وده إجراء مستحيل أو شبه مستحيل. حتى مع فوز الديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب، حتى لو التحقيقات الجارية بشأن سواء تورط روسيا في الحملة الانتخابية إلى آخره، برضو لو هؤلاء المحلفون أقروا بقاؤه يبقى خلاص ما يتعزلش؟ بكل تأكيد. وهنروح بعد لي، أنا أفكرك بسيناريو بيل كلينتون. بيل كلينتون تمت إدانته في مجلس النواب وحول لمجلس الشيوخ، ورفض مجلس الشيوخ عزله فبقى في منصبه، فبالتالي ربما تكون القضية برضو مختلفة. يعني قضية بيل كلينتون تختلف تماما عن القضايا الموجهة، بس السياق واحد، هو السياق القانوني واحد، إنه هو رئيس أخلي بواجبات منصبه، فبالتالي بغض النظر بقى عن نوعيه القضيه، سواء كانت مساله شخصيه مساله انما هو السياق القانوني واحد والاجراءات واحده. فدي حصلت قبل كده مع رئيسين، جونسون في 1868 ومع بيل كلينتون، والاثنين تمت ادانتهم في مجلس النواب وما قدرش مجلس الشيوخ انه يكمل النصاب القانوني لعزلهم، فبقوا في منصبهم. ده سيناريو اول. سيناريو الثاني برضو سيناريو العزل من خلال التعديل رقم 25 في الدستور الامريكي، ودي نقطة يعني ربما يعني مش متداولة كتير في الإعلام، ودي متعلقة بعدم أهلية الرئيس للمنصب.
لكن إشكالية النقطة دي إن هو لم يتم اللجوء إليها إطلاقا في التاريخ الأمريكي ولم تختبر. النقطة الثانية إن هو متعلقة بعدم الأهلية الطبية أو الصحية بالأساس، وأعتقد دي صعبة جدا بالنسبة لترامب، يعني ما تعلقتش بعدم الكفاءة ولا عدم الشعبية، لا عدم يعني إنه يكون في صحة جيدة، ودي كان ليها سياق مختلف، سياق تاريخي مختلف، فبالتالي إنها كانت صعب إنها تنطبق على رئيس هي كانت بعد اغتيال كينيدي تحديدا، وبدأ القلق إنه هو ممكن يعني فجأة يبقى رئيس أمريكا واحد يجي بالصدفة كده ويمتلك يعني الزرار النووي ويكون يعني عنده قدراته ومش فحبوا يحطوا لها ضابط بالظبط، حطوا يتموا لها ضابط، ودي أعتقد مستحيل إنها تطبق على ترامب لأنه إحنا ما بنتكلمش على قدرات عقلية ولا بنتكلم على صحة. تمام. السيناريو الثالث هو سيناريو الاستقالة، إنه هو يستقيل بنفسه، ودي برضو رهينة ببعض الأشياء، رهينة بأمرين أساسيين. النقطة الأولى إنه تراجع الدعم الجمهوري ليه في مجلس النواب والشيوخ، ودي أعتقد فكرة صعبة لأنه هو بيحظى بدعم لا محدود سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، وبيحظى بدعم عدد من الديمقراطيين، وبالتالي فكرة إنه هو يخف الدعم ليه، يعني دي كانت مع نيكسون لما خف الدعم الجمهوري ليه في مجلس الشيوخ استقال لأنه هو كان هيقال، فسبق الإقالة بالاستقالة. النقطة الثانية إنه يظهر قضايا جديدة بقى ويتغير المناخ السياسي، ودي برضو أعتقد أنها صعبة، فالسيناريوهات الثلاثة أعتقد أن هم صعب التحقق. طب ده بيرجعنا للسؤال الأول في الحلقة، ما الذي يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا كان كل السيناريوهات أو كل الأبواب مسدودة أمام احتمالية أو التفكير حتى في عزله؟ لأن احنا في إطار المجتمع الأمريكي، يعني مجتمع سريع التطور، يعني مجتمع سياسة سريع الأحداث بتتفاعل، يعني احنا بنتكلم قدامنا من دلوقتي الانتخابات، مجلس التجديد النصف الكونجرس شهرين، الشهرين كل يوم ممكن يحصل فيهم حاجة، يعني ممكن تحصل حاجة تقلب الأمور رأسا على عقب، فبالتالي ممكن يحصل مثلا يتم الكشف، لأنه واضح أنه في سلسلة كبيرة من القضايا، يعني كل يوم بيتم الكشف بتظهر قضية تانية، وده نظرا برضو لعدد الشخصيات اللي تم تغييرهم سواء في حملته أو في البيت الأبيض نفسه بالظبط، فبالتالي ممكن تحصل حاجة تلاقي يعني مثلا حزبه مش قادر ان هو يستمر في دعمه عشان يخاف على مستقبله او مستقبل، يعني مش مستقبل ترامب نفسه، مستقبل الحزب. بس ده متوقع للجمهوريين ان هم حتى لو رئيسهم يعني مش متوافق معهم في الرأي، بس فكرة ان هم يعني يتهموا او يحاولوا ان يقيلوا او يعزلوا رئيس ينتمي إلى الجمهوريين، يعني بالتالي دي حاجة صعبة برضه. هي مش حاجة صعبة لو هنا حطوا إن هو الحفاظ على الرئيس ولا الحفاظ على الحزب، ما هي مش الانتخابات الأخيرة، الانتخابات اللي فاتت مش الانتخابات الأخيرة، أنا بتكلم على الانتخابات في 2020، يعني بتكلم على أنه ممكن يكون رئيس أمريكي تاني، ممكن يكون مرشح تاني للحزب الجمهوري، يعني مستقبل الحزب السياسي هنا ربما أهم من مستقبل الشخص، فأنا هفضل أراهن على الحصان الخاسر وبالتالي أخسر جماهيرية وبالعكس ممكن يبقى مظهره في يعني في شكل أفضل إن هم يعني ضحوا بحد ينتمي للحزب الجمهوري في مقابل القادم أو بكل تأكيد، وبالتالي ده بيعتمد على ما سيتم الكشف عنه، هل سيتم تمشي الامور في هذا السياق اللي بعتبره ما زال ضيق وما زال يعني غير مقلق بشكل كبير بالنسبه لترامب، ولا هتتطور امور هيتم الكشف عن قضايا ممكن تغير من مجرى الموضوع مسرح الاحداث. بشكرك شكرا جزيلا سيد عاطف السعداوي الخبير بمركز اهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شرفتنا يا فندم. عفوا، شكرا دائما موصول لكم لمتابعه حلقات الاتجاه شمالا، التقي بكم الاسبوع القادم في ذات الموعد، الى اللقاء.